اسعد الله مساكم مشاهدي تلفزيون موريتانيا، نشرة الثامنة والبداية بأبرز عناوينها. رئيس تشاد ياسين المبشوط في مستهل زيارة لبلادنا، يشارك خلالها في اجتماع المنتدى الدولي رفيع المستوى حول التنمية الرعوية في الساحل والمدفعية الوطنية، تطلق 21 طلقة احتفاء بضيف رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز يطلع على الجهود المبذولة لشفط المياه عن الأحياء المتضررة في مقاطعة السبخة. انطلاق أشغال الاجتماع السنوي الرابع لمنتدى التعاون القضائي لدول الساحل وتسهيل التعاون القضائي يتصدر جدول أعمال هذا اللقاء. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذه النشرة ببريد رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، حيث وجه سيادته اليوم برقية تهنئة إلى صاحب الفخامة السيد عبد الله جول رئيس جمهورية تركيا بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وجدد رئيس الجمهورية في هذه البرقية لنظره التركي عزم بلادنا على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. وصل الرئيس التشادي السيد إدريس ديبي إتنو بعد ظهر اليوم إلى نواكشوط في مستهل زيارة لبلادنا تدوم يومين، يشارك خلالها بوصفه الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل والصحراء في اجتماع المنتدى الدولي رفيع المستوى حول التنمية الرعوية في الساحل الذي تحتضنه بلادنا غدا. وقد استقبل الرئيس التشادي عند سلم الطائرة من قبل رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز محاطا بالوزير الأول الدكتور مولاي محمد لقبف وبعثة الشرف الموريتانية المرافقة للرئيس التشادي التي تضم وزير التنمية الريفية ومدير ديوان رئيس الجمهورية والمستشاري المكلف بالتقنيات الجديدة والاتصال برئاسة الجمهورية والمستشار المكلف بالاتصال برئاسة كما كان في استقبال قادة أركان القوات القوات المسلحة وقوات الأمن ووالي نواكشوط ورئيس مجموعتها الحضرية. واستمع رئيس الجمهورية ونظره تشادي إلى النشيدين الوطنيين الموريتاني وتشادي ونشيد الاتحاد الإفريقي. رئيس الجمعية الوطنية وأعضاء الحكومة والشخصيات السامية في الدولة
والسلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية في بلادنا وممثلي الجالية الشادية. كما صافح رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز الوفد المرافق للرئيس الشادي. أصافح أعضاء الحكومة والشخصيات السامية في الدولة والسلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الدولية في بلادنا. بعض أمراض الجالية الشاذية بمكشوط. إذن رئيس الجمهورية سيد محمد ولي عبد العزيز يصافح الآن الوفد المرافق للرئيس الشادي إدريس دبي إتنو. كان ذلك هو الاستقبال الذي خص به رئيس الجمهورية ضيفه الرئيس التشادي. وبعد استراحة قصيرة في قاعة الشرف بمطار نواكشوط الدولي، أجرى خلالها الرئيسان مباحثات قصيرة بحضور الوزير الأول الدكتور مولاي محمد لقضف. توجه الموكب الرئاسي إلى مقر إقامة الضيف التشادي بالقصر الرئاسي في نواكشوط.
وقد أجرى رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز مساء اليوم بالقصر الرئاسي مباحثات على انفراد مع ضيفه تشادي السيد إدريس ديبي أتنو الذي يزور بلادنا حاليا. وقد تناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك. اطلع رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز صباح اليوم في مقاطعة السبخة على الجهود التي بذلتها الهندسة العسكرية، وزارة المياه والصرف الصحي من أجل شفط المياه عن الأحياء المتضررة ضمن جهود السلطات العليا لرفع تحدي الصرف الصحي عن العاصمة نواكشوط. واستمع رئيس الجمهورية إلى شروح حول هذه العملية والوسائل المستخدمة فيها ودورها في التخفيف من معاناة سكان المناطق المتضررة. هذا المشهد خيم على العاصمة وعكر صف المواطنين لفترات طويلة مضت، كلما تهاطلت الأمطار على المدينة مستنقعات ملوثة ومياه عكرة ظلت إلى عهد قريب وكرا للباعوض والأمراض. قبل شهر من الآن تقريبا استنجد سكان هذه الأحياء المتضررة رئيس الجمهورية مطالبين بالتدخل لانتشالهم من هذه الوضعية الصعبة. وما إن حضر رئيس الجمهورية يومها إلى عين المكان حتى أعطى تعليماته بالشروع في أول تجربة من نوعها في البلاد تتعلق بشفط المياه من قلب العاصمة وصرفها في المحيط الأطلسي بواسطة أنابيب ومولدات سخرتها الدولة لهذا الغرض. وعندما تكون الأولوية للمواطنين وتصطدم العزيمة بالإرادة تتولد المشاريع وتتوالى الإنجازات. ها هو رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز يعود من جديد إلى نفس المكان لتقييم شهر من العمل في الميدان والاطمئنان على حالة السكان بعد موسم الأمطار. السيد الرئيس استمع إلى شروح فنية حول هذا المشروع وطبيعة الوسائل المستخدمة ودوره الإيجابي في شفط المياه التي عادت إلى مجاريها بفضل هذه الجهود المشتركة بين وزارة المياه والصرف الصحي والهندسة العسكرية، جهود لم يخف السكان تثمينها والإشادة بها أمام رئيس الجمهورية. أنا شاكر عبد العزيز الله اللي غرقنا نغرقنا وارحمد المولانا الجانا عبد العزيز ونطر عنه ما شاء الله بقى يابس ناموس حامد الماء قل علينا والله إلا غرقنا الماء مجبرنا ياسر من الكدرات مثالي الخريفة وما نقطع وعدنا باتق ما نرابطين بطات وما هي وتبارك الله مساعد جاونا هذا المكان وقلعوا عنا الماء ما شاء الله ما أتنا متدرين من قضية الماء بقى ما شاء الله باللي وقف في جنبنا من قد هذا الماء اللي غرقنا ما نرقدوا بنا الناموس ولا فينا رقاش ما خاض عن بلوا بنا الماء ولين الحمد لله رب العالمين وحال هو في عدل المعاملة له ما شاء الله استرحنا شعلنا الماء وقلع علينا الناموس. في الجزء الجنوبي من مقاطعة تفرغ زينة أعطى رئيس الجمهورية سيد محمد بن عبد العزيز إشارة الانطلاقة للمرحلة الثانية من عملية شفط المياه التي أسفرت نتائجها حتى الآن حسب القائمين على المشروع عن صرف ما يزيد على 150 ألف متر مكعب من المياه باتجاه المحيط الأطلسي. هي إذن خطوات إلى الأمام تعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا في البلاد لسكان العاصمة خاصة والمواطنين عامة. في نفس السياق تفقد الوزير الأول الدكتور ملاير محمد لغضب صباح اليوم بالمنطقة المحاذية للمحيط الأطلسي عمليات صرف المياه الراكدة من الأحياء المتضررة باتجاه البحر عبر أنابيب مرتبطة بحوض لصرف المياه. واستمع الوزير الأول إلى شروح عن هذه المرحلة من هذا المشروع قدمها وزير المياه والصرف الصحي سيد أحمد سالم وللبشير. وتعتبر تجربة شفط المياه عن أحياء العاصمة باتجاه البحر هي الأولى من نوعها في مجال سحب المياه الراكدة من أحياء العاصمة المتضررة. وبفضل الجهود التي بذلتها الدولة لإنجاح هذا المشروع فقد تم سحب ما يزيد على 150 ألف متر مكعب من معظم الشوارع والمساحات العمومية التي كانت محاصرة بالمياه. تجربة شفط المياه بدأت قبل شهر تقريبا من مقاطعة السبخة بعد أن غمرت مياه الأمطار معظم المنازل وأرقت الساكنة. تدخلت الدولة حينها بمشروع وطني بحت يتولى حفر شبكة من الأنابيب مختلفة الأحجام وربطها فيما بينها لتتمكن بواسطة مولدات كهرمائية من شفط المياه باتجاه البحر. سمحت هذه العملية من جر حتى الآن حوالي 150 ألف متر مكعب
من المياه الراكدة، وهذا تقريبا يمثل 15,000 صهريج، سعة كل واحد منهم 10 أطوال. وهذه العملية إن شاء الله لاهي تعقب تشمل سوكوجيم وبغداد وأتوى. العملية يشرف على تنفيذها مسؤولون من وزارة المياه والصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع مديرية الهندسة العسكرية، وقد دخلت في مرحلتها الثانية بعد نجاح الأولى. عندنا ان بروجي بيلوت، درنا 4 مدخات يدخوا قايسين البحر، ودرنا بين البلاد اللي ندخل في دو ديك بين 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 البلاد اللي نصاب فيها والبحر. وعادوا هؤلاء المدخات الأربعة يدخوا فيها، طرحنا إن كوندي 315 معاها إن كوندي 400 مراكوردين على أن ريزو دو 160 اللي هما لي بومب بومب 24/24. لله الحمد وفقنا مولانا على أن هذه المياه اللي كانوا مالين الأرض كامل مشاو عنا المواطنين. هي تجربة استثنائية ستساهم حسب الفنيين إلى حد كبير في التخفيف من معاناة المواطنين في انتظار شبكة الصرف الصحي المرتقبة في نواكشوط. استقبل رئيس الجمعية الوطنية السيد مسعود بالخير زوال اليوم بمكتبه أعضاء اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية الزميل إسحاق المختار وزميليه المفقودين منذ 15 أكتوبر الحالي. جرى اللقاء بحضور الأمين العام للجمعية الوطنية وعدد من نواب الجمعية. وفي مجال العدل انطلق صباح اليوم بنواكشوط اشغال الاجتماع السنوي الرابع لمنتدى التعاون القضائي لدول الساحل الذي يضم بالاضافه الى بلادنا كلا من النيجر مالي وبوركينا فاسو. ويهدف هذا المنتدى الى تسهيل تنفيذ طلبات التعاون القضائي وطلبات تسليم المجرمين بين الدول الاعضاء وتبادل الخبرات في هذا المجال. الاجتماع السنوي لمنتدى التعاون القضائي الجنائي بدول الساحل في دورته الرابعة المنعقدة في نواكشوط، والتي سيعمل المشاركون فيها على التعريف بالمنظومة القضائية للدول الأعضاء وتسهيل تنفيذ طلبات تسليم المجرمين، كما ينتظر من دورة نواكشوط تبادل الخبرات مع هيئات دولية مشابهة وتقويم أعمال منتدى التعاون القضائي الجنائي بدول الساحل الذي أبصر النور منذ العام 2010. الأمين العام لوزارة العدل تحدث في كلمته الافتتاحية عن الظروف والتحديات التي عاصرت إنشاء المنتدى وما حققه من إنجازات في فترة وجيزة مرت على إنشائه حتى الآن. رأي التحديات الأمنية المشتركة بين دول الساحل مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر والحدود المشتركة بينها، قامت هذه الدول منذ سنة 2010 بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة بإنشاء منتدى التعاون القضائي الجنائي لدول الساحل الذي يشكل نواة تعاون قضائي فعال مفتوح لجميع الدول المنتمية لنفس المحيط الجغرافي والتي تحارب الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة والمهاجرين. بدورها أهابت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالمشاركين كي يكونوا على مستوى التحدي الذي تشكله هذه الظاهرة، وتحدثت عن الإنجازات التي تحققت منذ إنشاء المنتدى، حيث شكلت هيئات قضائية متخصصة في الدول الأعضاء ونظمت نشاطات تحسيسية ونسجت علاقات جديدة مع هيئات دولية مختصة. ما عميد ممثل منتدى التعاون القضائي فقد شكر السلطات الموريتانية على حسن الاستقبال والتنظيم قبل أن يتناول نشاطات الهيئة في الفترة الوجيزة التي مرت على إنشائها والآفاق المستقبلية لهذا التنظيم. وفي عاصمتنا الاقتصادية أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والمركزية اليوم عند الكيلومتر 55 من نواذبو على تدشين مركز لإصدار تأشيرات الدخول تابع للوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة.
وسيمكن هذا المركز الوافدين على الأراضي الموريتانية من تقديم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول عند نقاط العبور، مما يضمن لهم وضعية قانونية سليمة. أصبحت نقطة العبور الواقعة شمال مدينة واديبو على الحدود بين بلادنا والمملكة المغربية الشقيقة تتوفر على مركز خاص بإصدار تأشيرات بيومترية تشترط في الدخول إلى التراب الوطني عبر هذه البوابة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة الرامية إلى تحديد الهوية وإصدار الوثائق البيومترية، حيث يعتبر تدشين هذا المركز اليوم الخاص بتأشيرات الدخول المؤمنة ثالث حلقة في هذه العملية التي مكنت إلى حد الآن من إصدار بطاقات تعريف وجوازات السفر والإقامة. إنه لشرف لي عظيم أن أترأس اليوم باسم الوزير الداخلية واللامركزية تدشين وانطلاقة مركز إصدار تأشيرات الدخول بنقطة العبور لكيلومتر 55 من نازيبو. وسيمكن هذا المركز الذي يعتبر الأول من سلسلة مراكز مماثلة على مستوى جميع نقاط العبور والموانئ والمطارات وكذا على مستوى ممثلاتنا الدبلوماسية في الخارج، سيمكن الوافدين إلى الأراضي الموريتانية من تقديم طلبات الحصول على تأشيرات الدخول عند نقاط العبور مما يضمن لهم وضعية قانونية سليمة. كما تندرج انطلاق هذا المركز بإطار استراتيجية وطنية للسلطات الأممية لإحكام السيطرة والمراقبة الحدود بلادنا ومكافحة الهجرة السرية والإرهاب والجريمة المنظمة والتجار اللامشروع من جهة، ومواكبة إنشاء المنطقة النواذب الحرة من جهة أخرى، سبيلا إلى تسهيل الإجراءات عبور الوافدين إليها من مستثمرين وسياح وزوار إلى آخره. وخلال حفل تدشين هذا المركز أوضح الإداري المدير العام للوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة السيد محمد فاضل الحضرمي جميع الخصائص الفنية لهذا المركز في ضبط تأشيرات الدخول وتأمينها من كل أشكال الغش والتزوير. حفل التدشين مكن الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية الذي كان مصحوبا بالمدير العام للأمن الوطني من الاطلاع على التجهيزات التي وضعتها الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة تحت تصرف مركز الشرطة الحدودية في خطوة ستمكن من التعرف على صحة التأشيرة عبر تقنيات حديثة ومتطورة وتكوينهم في المجال. وبذات المناسبة أوضح المدير الجهوي للأمن الوطني بولاية داخت واديبو أهمية ضبط الوافدين عبر هذه النقطة الحدودية التي عبر من خلالها هذه السنة ما يقارب 200,000 نسمة من مختلف الجنسيات، مؤكدا أن العدد في ازدياد في ظل تنامي النشاط السياحي. وقد بدأت هذه العملية بنقطة العبور بولاية داخت واديبو في ظل إنشاء منطقة واديبو الحرة على أن تشمل لاحقا جميع نقاط العبور في الوطن. وهذا اللي يعدل لهم اليوم لا يعمم على جميع نقاط العبور المحددة بالمراسيم ولا هي تندار في جميع القنصليات والمؤسسات الدبلوماسية الموريتانية. يعني على الزائر لموريتانيا يا إما يجي عنده تأشيرة معطياله من ممثلية الدبلوماسية والله يعدل على نقاط العبور. ابتداء من اليوم من هذه النقطة أصبح هذا ممكن تقنيا ينعطاله تأشيرته في هذه النقطة ويدخل بها موريتانيا بطريقة شرعية. إجراء ضبط تأشيرة الدخول إلى البلاد وتأمينها من كل إشكال التزوير لقي تذمين المواطنين والوافدين إلى البلاد عبر هذه البوابة الشمالية. أنا فنان مغربي بالطبع وهذا المسألة التأشيرة في الحدود كتمثلنا شي حاجة ما شاء الله جميلة وكتبسط علينا أمور بزاف ياسرة، وتنشكر الجهة المعنية بهذه المسألة. وبالنسبة للسلطة الموريتانية ما شاء الله ونجينيرال كاع البلد بكامله بلد شقيق وأغلى الناس وأمان من شعب وسلطة فتبارك الله. وقطع اللي مزمن هاي الخطوة ومهمة وقطع لأنها لا تدفع قطعا عجلة السياحة للقدام، وقطعا نحن ياسر من الزمن نطالبوا بها وشاكرين الناس اللي فهموا قضية فيزا. أنا كمواطن أتحاس أني إلى داخل دولة في حدود مضبوطة فيها أجانب معروفين مثلا ما في مفوضوية في المعايير. ويعول على ضبط تأشيرة الدخول إلى البلاد في ضبط الوافدين إلى الوطن ومحاربة الهجرة السرية والوقوف في وجه كل أشكال الجريمة المنظمة.
في المجال الصحي أشرف الأمين العام لوزارة الصحة زوال اليوم بالمركز الصحي ابن سينا بمقاطعة عرفات على تخليد اليوم العالمي لغسل اليدين بالصابون، ويهدف تخليد هذا اليوم إلى إرساء عادة غسل اليدين بالصابون ضمن قواعد النظافة المتبعة والتحسيس بدور غسل اليدين في الوقاية من الأمراض. بهذه العملية تبدأ الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لغسل اليدين بالصابون، وستتضمن هذه التظاهرة أنشطة تحسيسية وتوعوية تحث المواطنين على ضرورة غسل اليدين خاصة قبل تناول الوجبات وبعدها. الأمين العام لوزارة الصحة ألقى كلمة بيّن فيها الجهود التي تقوم بها الدولة الرامية إلى رعاية صحة المواطنين. يحتل التركيز على النظافة سبيلا للوقاية من الأمراض مكانة محورية في الخطط والسياسات الصحية للدولة، وخير دليل على ذلك هو إنشاء مديرية مركزية خاصة بالنظافة والسلامة تناط بها مهمة التحسيس بضرورة التقيد بقواعد النظافة والتشجيع على الإقلاع عن المسلكيات الضارة بالصحة. يتصدر الرفع من المستوى الصحي للمواطن اهتمامات السلطات العليا في البلاد، والذي يمر حتما بالتأكيد على نظافة الجسم والوسط والعمل على جعل غسل اليدين بالصابون ممارسة يومية قبل تحضير وتناول الطعام وعند الخروج من المرحاض وبعد الانتهاء من تقديم العلاجات في المستشفيات والمراكز الصحية. ممثلة الصندوق الأمم المتحدة للطفولة السيدة فوسكا جيدوني بينت في كلمتها أهمية هذه التظاهرة التي ستساهم في تثقيف الرأي العام وتحسيسه حول ضرورة غسل اليدين، مبينة في هذا الصدد أن صندوق الأمم المتحدة للطفولة سيواصل مساعدته لموريتانيا خاصة في مجال النظافة الصحية. فعاليات هذه التظاهرة تميزت بتوزيع بعض أدوات الغسيل وقطع الصابون على العديد من الحضور إسهاما من قطاع الصحة في ترسيخ عادة غسل اليدين بالصابون بعد الأوقات الضرورية لذلك. وفي مجال البيئي بدأت اليوم بنواكشوط أشغال ورشة وطنية حول نتائج برنامج التنوع الحيوي الغاز والنفط في بلادنا تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة، وسيناقش المشاركون في هذا اللقاء نتائج عمل هذا البرنامج خلال سنتي 2012-2013 والتفكير والتشاور حول آفاقه المستقبلية. تدارس نتائج الفترة المنصرمة من برنامج التنوع الحيوي النفط والغاز والتفكير والتشاور حول المرحلة المقبلة منه وتهيئة قاعدة بيانات حول التنوع الحيوي في المنطقة البحرية والساحلية الموريتانية أهداف يسعى إليها قطاع البيئة والتنمية المستدامة من خلال تنظيم هذه الورشة. هذا البرنامج قام بعدة إنجازات، منها قاعدة بيانات علمية أطلس للتنوع الحيوي في المناطق البحرية والشاطئية، لأنه البرنامج مهتم فقط يتعلق فقط بالمناطق الشاطئية والبحرية، ووضع متابعة تقييم ومتابعة لتأثر النوعيات الحيوية في موريتانيا. اهتمام السلطات العمومية بالبيئة والتنمية المستدامة والاستفادة من ثروات البلد مع صيانة حقوق الأجيال القادمة توجه راسخ في سياسة الحكومة، ذلك ما أكده الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة خلال إشرافه على افتتاح هذه الورشة. إن قطاعنا لا يدرك حجم التحديات والعوائق التي تحول دون الوصول إلى الأهداف المشهودة، ولكن الإرادة القوية والاهتمام الكبير الذين يحظى بهم هذا المجال هما أقوى سلاح لنا في هذه التحديات، وقد تجسدت هذه الإرادة وهذه العناية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. يذكر أن برنامج التنوع الحيوي تم إنشاؤه بتعاون مشترك بين بلادنا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومرفق البيئة العالمي والتعاون الألماني والاتحاد الدولي لحماية البيئة. وفي مجال الإعلام انطلقت صباح اليوم بنواكشوط أعمال يوم مخصص للرفع من قدرات الصحفيين في مجال التحرير الصحفي وتغطية الانتخابات. تنظم هذا اللقاء نقابة الصحفيين المستقلين بالتعاون مع وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان. يستفيد من هذه الدورة التكوينية 30 صحفيا عبر حوار حول موضوعين، أولهما التغطية الانتخابية وضرورة التقيد بالضوابط الأخلاقية، أما الثاني فيتعلق بدور المؤسسات السمعية البصرية في ترشيد حرية التعبير وتقنيات إدارة الحوار. إنكم تدركون الدور البالغ الأهمية المنوط بالصحفيين في مجال تغطية الانتخابات،
التي تتطلب المسؤولية والدقة والحيال في تغطية مراحل العملية الانتخابية لخلق رأي مستنير صادق وموضوعي ومحايد يمكن المواطنة من أداء واجبه الانتخابي في جو تطبعه المواطنة والطمأنينة والمسؤولية. ويأتي تنظيم هذا اليوم رغبة من نقابة الصحفيين المستقلين في موريتانيا في صياغة ميثاق شرف صحفي خلال المرحلة الانتخابية. يأتي تنظيم هذا اليوم للرفع من قدرات الصحفيين في مادة التحرير الصحفي ومادة التغطية الانتخابية والتي تتطلب مهنية عالية تحتل الضرورات الأخلاقية الدقة والنزاهة والمسؤولية والاستقامة أهمية كبرى فيها. وسيشفع هذا اليوم التكويني بإصدار توصيات تسهم في إصدار ميثاق شرفي صحفي يمكن الاستئناس به خلال التغطية الصحفية إبان الحملات الانتخابية. يشكل موسم الحج فضلا عن جوانبه الروحية والتعبدية موسما تجاريا بامتياز، وطيلة أيام إقامة الحجاج في المدينة المنورة ومكة المكرمة تتحول عمارات سكن الحجاج إلى فضاء كبير للعرض التجاري لمختلف أنواع السلع وحتى الوجبات الموريتانية الأصيلة. وعلى أهم الليلي وكنين الأحمد يرصدان لنا من هناك الحركية التجارية المواكبة لموسم الحج لهذا العام. عالم خاص ومميز يطبعه النشاط والحركية الاقتصادية، ذلك الذي تحول إليه مقر إقامة حجاجنا الميامين في مكة المكرمة، حيث توزع الطابق الأرضي للعمارة إلى حوانيت لبيع السلع والمشروبات ومطاعم توفر مختلف أنواع الوجبات الموريتانية التقليدية الجاهزة مع كاسات الشاي المنعنع على مدار الثانية للزبناء الذين يتوافدون بكثرة لاقتناء ما لذ وطاب ووافق الطبع برأيهم. ما موافقنا لكن يديروا في شيء من التوابل اللي ما يوافق الموريتانية لأكثر أمور وأكثر تركيز، لا يتوافقوا. هذا طعام الموريتانيين اللي تعودوا. الوجبات اللي موافقة الموريتانيين عدلوا لنا وجبات على مجازنا على الملح اللي ندور والوجبات الطبيعية عندنا كي كسكس وأرز وموريتاني، وهون الوجب المطاعم الأخرى اللي الباكستانية ويديروا القرنفل ويديروا الحرارة. احنا الوسائل ناخذ طعامهم اللي هو الموجود عندنا أقرب اللي هون خالق الله. مقدمو هذه الخدمات من تجار الموسم كما يمكن وصفهم أعربوا عن عميق ارتياح يخامرهم كلما حل موسم الحج من كل عام، حيث يحين موعد لقاء الأحبة وتنسم رائحة الوطن الحبيب في أبنائه الحجاج من جهة، وحيث موعد الانتعاش الاقتصادي بعد عام من البطالة من جهة أخرى. نحانهم بالطعام ونحانهم نستقبلهم بالشراب وبكل شيء، سمعتي؟ وأسعار عادية هما واعر عندهم ونحن هو بهم الامام شاهدين الامر. فتره طوال الحجاج تزدهر في التجاره عندنا. نحن نوفر لهم تجاره بدل ما يتنقلوا هم ونجيبوها نحن هون ومكسبنا منهم الطلبات اليوميه حليبات وفطورهم ما اشبه هذا. نحن مقيمين هنا لان يعود موسم الحج عندنا نشاط تجاري ما شاء الله. تجي الناس بتبيع تمارس تجاره تبيع الملابس واللي بيع الاغذيه واللي بيع المواد الغذائيه. تختلف نشاطها ونشاط فيها عنده هنا لا موسمين، لا في العمره في رمضان والله في الحج موسم الحج. وبالنسبه لنا احنا تحسن نشاطنا ما عندنا قاع من نشاط نمارسه ولا يعود عندنا قبادك وفي عنده دخل مردوديه الا في موسم الحج. وعلى تجاره الوجبات والاشربه والشاي داخل العماره يعطف نشاط تجاري اخر عند البوابه وفي الفناء الخارجي، حيث تتجمهر السيدات من بنات الوطن المقيمات في المملكه عرض مختلف انواع تجاره الملابس والاكسسوارات والمواد الاخرى التي يمكن ان يحتاجها الحاج لتقدم كهدايا. والله اللي طريه اللي نختاروا مع عينينا ونتحسبوا لهم قاعد نبقوهم يجون نبقوهم يجون ونبقوا هم اللي فرحانين بهم وذاك هم اللي الله ينبيعوا لهم به نخلصوا الطف شي قد يعدل نعدلوا لهم واللي هوتوا معانا هم اللي صارنا حتى زين عندهم. تجار لا تجار موريتانيين اصلا جايين من موريتانيا احنا نبقوا اللي عندهم ويبقوهم هذا التجاره اللي يجيبوا احنا. والله ما شاء الله اللي طرانا قبال انتعاش تبارك الله ونبيعوا تجارتنا ما شاء الله ونجابروا مع اخوتنا ما شاء الله ما شاء الله نبيعون نشروا تبارك الله. التجاره اللي تجيبوها نشروا الصلاه تجاره جده نشروا الرساق نشروا خواتم ونشروا نبيعوا لها الموريتاني. لا موسم الحج خلاص من يوفنا كفتون لهم. الا نطرحوها عندنا وتو ما باس الا اذا جاك حد من جماعتك لا يشري من عندك منه شيء يشري له ما ذاك ما باس. خارج لا موسم الحج.
هو إذا موسم خير مزدوج بالنسبة للحجاج الذين وفقوا في إكمال مناسكهم في هذه الديار المقدسة من جهة، وكذا بالنسبة للمقيمين الذين يعتبرون موسم الحج موسما اقتصاديا بكل معاني الكلمة. مغلاهم تليلي، التلفزة الموريتانية، مكة المكرمة. من نشاطات الأحزاب السياسية في هذه النشرة، أعلنت مجموعة من سكان وأطر بلدية بولحراث التابعة لمقاطعة باركاول بولاية العصابة أعلنت انضمامها لحزب الحراك الشبابي من أجل الوطن. وأكدت المجموعة التي أطلقت على نفسها مبادرة الاتحاد من أجل التغيير والتنمية في أفطوط أن اختيارها لحزب الحراك جاء بعد الاطلاع على برنامج الذي يدعم البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وأكد المتدخلون استعدادهم لدعم العمليات التنموية التي تشهدها البلاد تحت رأي حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن. المتحدث باسم سكان بلدية بولحراث محمد الحافظ والمحمد لمين استعرض أبرز المبررات التي جعلتهم يتخذون قرار الانضمام لحزب الحراك. مبررات انضمام المجموعة إلى حزب الحراك الشبابي: أن هذا الحزب يدعم برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز، أن حزب الحراك الشبابي يلتزم بمبادئ من أهمها تجديد الطبقة السياسية في البلد، ونحن كمجموعة سياسية نرى أن هذا المبدأ من أهم المبادئ التي قادتنا للانضمام إليه، باعتبار أننا سئمنا ما كان يمارس من السياسات القديمة على يد أناس لا نرى فيهم الكفاءة والإخلاص لبلدنا بصورة عامة ومقاطعتنا بصورة خاصة. أن حزب الحراك حزب شبابي، والشباب هو ركيزة المجتمع ودمه النابض ومشعله المنير. وفي هذا الإطار يقول الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه: الخير كله في الشباب والشر كله في الشباب، أي بحسب التوجيه تكون النتيجة. دوليا، يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم بطلب من فرنسا لبحث الوضع المتدهور بالكونغا الديمقراطية في الوقت الذي يسيطر به الجيش على موقعين مهمين للمسلح حركة 23 مارس بعد معارك عنيفة قتل فيها جندي تنزاني ينتمي لقوات الأمم المتحدة. وهددت حركة مارس 23 بالانسحاب من مفاوضات السلام في كامبالا بأوغندا إذا لم تؤدي الوساطة من أجل الحوار إلى وقف فوري للأعمال الحربية. وتعهدت الحركة بشن هجوم مضاد واسع النطاق على كل مواقع الأعداء. وكان الجيش الكونغولي قد أعلن السبت سيطرته على مدينة كيبوميا الاستراتيجية بشرق البلاد بعد معارك عنيفة استمرت يومين مع قوات حركة مارس 23. وأكدت الحركة أن الجيش الحكومي شن هجوما شاملا لكنه تعرض لهزيمة كبيرة. حقق غريغوري ميركفيلاشفيلي الخصم اللدود للرئيس المنتهية ولايته ميخائيل ساكاشفيلي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية في جورجيا بحصوله على نحو 64% من الأصوات مقابل 21% لخصمه الذي أقر بهزيمته. وفور إغلاق مراكز الاقتراع وصدور نتائج الاستطلاعات أضاءت الأسهم النارية والمفرقعات سماء العاصمة تبليسي في احتفال نظمه أنصار ميركفيلاشفيلي. وتعهد الرئيس الجديد بالعمل على تحسين العلاقات مع روسيا وتلطيف الأجواء بين البلدين، خصوصا أن العلاقات بين تبليسي وموسكو لا تزال شديدة الصعوبة منذ حرب الأيام الخمسة عام 2008. وبهذا الخبر ننتقل إلى الأخبار الرياضية رفقة الزميل إبراهيم. شكرا لك جمال، السلام عليكم وأهلا بكم في جولة جديدة في عالم الرياضة. أعلن بشكل رسمي إلغاء جميع العقوبات التي تم توقيعها من طرف الاتحادية الوطنية لكرة القدم خلال السنوات الماضية، ومن أبرز المستفيدين من هذا العفو لاعبو نادي الإكسار والمنتخب الوطني بلاي الذي كان موقوفا لمدة سنة، وكذلك بلا والسالم رئيس نادي الهلال أحد أندية الدرجة الثانية الموقوفون لمدة عامين. أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم بأداء النجم الإسباني فرناندو توريس الذي قاد الفريق للفوز على مانشستر سيتي وبهدفين لهدف في اللحظات الأخيرة من مباراتهما بالدوري الإنجليزي الممتاز بريمير ليج. وأثار مورينيو الجدل بعدما احتفل بهدف توريس خلف الجهاز الفني لمانشستر سيتي ومع جمهور البلوز.
ومن جهته أعرب تشيلي مانويل بيليغريني المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن حزنه العميق لخسارة فريقه أمام تشيلسي. وصرح بيليغريني بعد الخسارة الثالثة لفريقه هذا الموسم أن الفريق يكرر القصة مرة أخرى، أن الفريق يفقد العديد من النقاط السهلة، وأنهم لم يستحقوا الهزيمة في أي من اللقاءات الثلاثة التي خسرها سيتي سانس خارج قلعتهم الاتحاد هذا الموسم. في إيطاليا حقق إنتر ميلان فوزه الأول في المباريات الأربع الأخيرة وصعد إلى المركز الرابع بعد تغلبه على ضيفه فيرونا وبأربعة أهداف لهدفين في المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم سيريا آ. الإنتر رفع رصيده إلى 18 نقطة من 9 مباريات ليتجاوز فيرونا في الترتيب وبفارق نقطتين. وفي فرنسا تمكن رين من الفوز على مضيفه مارسيليا وبنتيجة 3 أهداف لهدفين على ملعب فيلدرام ضمن منافسات المرحلة 11 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وتعد هذه هي الخسارة الثالثة على التوالي لمارسيليا في الدوري المحلي والخامسة في جميع المسابقات أو السادسة في جميع المسابقات بعد 3 خسائر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. بهذا تنتهي جولتنا في عالم الرياضة، نصل إلى خط النهاية. أعود بكم إلى زميلي جمال، دمتم في أمان الله. شكرا زميل إبراهيم لم يتبقى سوى التذكير بأبرز ما جاءت هذه النشرة. رئيس تشاد ياسر نواكشوط مستهل الزيارات لبلادنا، يشارك خلالها في اجتماع المنتدى الدولي رفيع المستوى حول التنمية الرعوية في الساحل. رئيس الجمهورية يطلع على الجهود المبذولة لشفط المياه عن الأحياء المتضررة في مقاطعة السبخة. انطلاق أشغال الاجتماع السنوي الرابع لمنتدى تعاون القضاء لدول الساحل وتسهيل تعاون القضاء يتصدر جدول أعمال اللقاء. شكرا لكم على المتابعة، يتجدد لقاؤنا في منتصف الليل في أمان الله.